عليكم ورحمة الله وبركاته. ايه الاخبار يا شباب، كله كويس؟ طيب هنكمل مع بعض الجزء الثالث من محاضرتنا النهاردة. انا بس كنت عايز اقول لكم الكتب اللي احنا بعتناها. انا زي ما انا بعت لكم 4 كتب، دي بس اعتبر دفعة اولى من الاسئلة. الكتب اللي انا بعتها هي متقسمة طبقا للنوليدج ارياز وطبقا للبروس جروب زي ما احنا قلنا في البداية. فانا محتاج كل الزملاء لما يجوا يحلوا بالترتيب، ما تحلش في نص الكتاب ولا تحل في اخر الكتاب ولا تحل امتحان على طول. يعني زي ما اتفقنا هو في لوجيك في حل الامتحانات عشان خاطر بس ما تضيعش وقت، وفي نفس الوقت ما تتعقدش تلاقي اسئله انت لسه ما تدربتش عليها. فعلى سبيل المثال ده احد الكتب اللي انا بعته لكم اللي هي كويستشنز بانك. فانا كل اللي انا عايزه تعملوه هتبتدي تحل الترتيب من الاول معايا. فانت كل زي ما انتم شايفين انا عندي في الاول خالص انترودكشن سيكشن، ده اللي احنا خدناه الانترودكشن سيكشن. فابتدي حل الاسئله بتاعت الفايل ده. ده الفايل اللي هو بي ام اي كويستشنز اند انسرز كيو اند ايز او كويستشنز اند انسرز. فانت هتحل من الاول خالص، ما تحلش بقى من النص ولا من الاخر. احنا خدنا الانترودكشن، هو حتى كاتب لك سيكشن 1 اوف ذا بيم بوك جايد. فابتدي حل على الاسئله بتاعت الانترودكشن. هتبتدي تحل من الاول خالص، عندك اهو يعني مجموعه من الاسئله. طبعا الموديل انسرز في اخر الكتاب، فانت بتحل من الاول، والاسئله اللي انت مش عارفها هترجع لنهايه الكتاب. هتلاقي فيه طبعا بعض الاسئله انا جبتها لكم في الباور بوينت، وهتلاقي فيه اسئله ما جبناهاش. فانت هتلاقي عندك فيه وفي اسئله هتعرف تجيبها بمجرد النظر. يعني سؤال زي ده، سؤال زي ده بمجرد النظر هنجيبه. بيقول لك الفايف بروجكت مانجمنت بروسيس جروبس، ايه هم الخمسه بروسيس جروبس؟ كلام فاضي. انيشيشن بلاننج اكسكيوشن مونيتور اند كنترول اند كلوزنج. يبقى وانت مغمض الاجابه بالظبط. انت هتلاقي في اسئله دايركت كده بمجرد النظر بتجيبها، وفي اسئله محتاجه شويه، في اسئله عباره عن سيناريوهات وحواديت زي ما احنا جينا. فمثلا ده السؤال اللي احنا لسه كنا جايبينه اللي قلنا الاجابه بتاعته ادابتيف، فاكرين؟ هتلاقي في اسئله من دي انا اوريدي كنت جايبها لكم في الباور بوينت. فانتوا هتلاقي الاسئله موجوده، فانت حل بس الانترودكشن، ما تحلش كده. اللي انا عايزه من الازرق ده واضح يا شباب؟ مفيش معايا احمد؟ طيب فده اللي انا عايزه منكم. بعد ما خلصنا انترودكشن ده الفصل الثاني ذا انفايرمنت ان ويتش بروجكت اوبريت. يبقى الفصل الاولاني كان عليه 20 سؤال، وادي الفصل الثاني اهو ذا بروجكت ان ذا انفايرمنت ان ويتش بروجكتس اوبريت. فده الفصل الثاني برضه هتلاقي عليه مجموعه من الاسئله زي ما انتم شايفين اهو. خلصنا الفصل الثاني، نحل على الفصل الثالث. الفصل الثالث اللي احنا لسه واخدينه النهارده ذا رول اوف ذا بروجكت مانجر معايا. فبرضه الكلام لكل الزملاء، لما تيجي تحل حل على الحاجه اللي انت درستها. يبقى انت في الاول الطريقه التقليديه في المذاكره هنسمع الفيديو، هنتفرج على الباوربوينت برزنتيشن اللي احنا شرحناها، هنعمل سكريننج سريع للكتاب. مش عايزك تقرا الكتاب بالتفصيل، اعمل سكريننج بس بعينك، وبعد كده حل الاسئله. ممكن تسال سؤال انت مش عارف اجابته، فهترجع تاني الكتاب تقرا الحته بتاعته وترجع تحل السؤال وهكذا. يبقى الكتاب هيبقى جنبك، انت رايح جاي ما بين الكتاب وما بين الاسئله، ما بين الكتاب وما بين الاسئله. دي اسهل طريقه تتعلم بيها، واسهل طريقه تثبت المعلومه. تاني، الهدف من اللي انت بتحل اسئله وترجع للكتاب عشان تثبت المعلومه. المعلومه تثبت. فلو انت حليت سؤال والسؤال طلع صعب شويه او طلع غلط او جاوبته مثلا باي لك، فرجعت للكتاب عرفت الاجابه الصحيحه فين وهكذا. فده شابتر نمبر 3 اللي احنا لسه مذاكرينه النهارده او لسه واخدينه النهارده. هنجاوب الاسئله بتاعته وبرده نبص على الكتاب. وقف لغايه هنا، يعني ما تدخليش بقى لغايه هنا. طيب كل اللي فات ده قد ايه؟ هو سيكوينشال، فكل اللي فات ده 47 سؤال. فانت ممكن الكتاب ده تحل فيه اول 47 سؤال وما تدخلش بقى بعد كده، عشان احنا لسه ما خدناش اللي بعد كده. فانت قدامك من النهارده لغايه يوم الاحد دول كلهم 47 سؤال، اخلص من 47 دول، مش هياخدوا منك وقت. خلاص؟ يبقى الكتاب ده انا بعته لكم تاني على الواتساب. الكتاب ده ممكن تحل اول 47، يعني تقريبا نقول اول 50 سؤال في الكتاب ده ممكن تحلهم على الثري شابترز اللي احنا شرحناهم، شابتر 1 شابتر 2 شابتر 3. حل بالترتيب. طيب الموديل انسرز في اخر الكتاب، يعني انت لو انت رحت على صفحه رقم 70 نيجي بقى نبص، ادي الانسرز بتاعتنا. او صفحه رقم كام؟ اهي الانسرز اهي صفحه رقم 66.
يبقى هتروح على صفحه رقم 66 هتفتح لك هنا ادي الانسرز. الميزه بقى بيديك الكوريكت انسر، واهم حاجه دي بقى الحته اللي تحتيها دي مهمه قوي اللي هو الانتربريتيشن، التفسير، هو ليه انا اخترت الاجابه دي، وكمان بيريفير للمكان اللي انا جايب منه الاجابه. خلاص، فبيريفير المكان اللي انت جايب منه الاجابه. يبقى تاني، يبقى انت هتجاوب السؤال، بعد ما تجاوب السؤال تتشيك الانسر زي ما كنا بنعمل بالظبط على اللايف، وبعد ما تتشيك الانسر تقرا تحت الانتربريتيشن او الاكسبلانيشن، هو ليه خد الاجابه دي، التفسير بتاع النتائج. هتلاقي اصلا شارح لك هو التفسير انا ليه خدت الاجابه دي. واضحه يا شباب؟ فمهم جدا ان انت تقرا التفسير، هو ليه اختار الاجابه دي. تاني، زي ما احنا كنا بنشرح مع بعض، احنا مش بنعمل جامبلنج ولا قمار ولا بنختار اجابه كده عشوائي، لا، ده في تفسير منطقي، احنا ليه خدنا الاجابه دي بالذات. واضحه؟ اتفضل يا احمد، عندك سؤال يا احمد؟ اه دكتور، معلش معذره مبدئيا على موضوع الدوشه اللي حصلت. في كومنت شفته انه البي ام اي او البي ام بوك جايد والاسئله بتاعته مش كافيه للامتحان. لا لا، ده انا بدي مثال، ما احنا ادينا مع بعض، قلنا قبل كده على الواتساب، قلنا تعدد المصادر مهم جدا في الامتحان. يعني ده مثال، احنا ان شاء الله اثناء الكورس هبعت لكم الجرين بوك، كتاب اسمه الجرين بوك، هبعت لكم ريتا، هبعت لكم بي ام ستادي. حتى قلت لكم اثناء الواتساب، ما قلتوش لايف بس قلتها على الواتساب، قلت لكم في اكتر من جروب على الفيسبوك، انا برشحه بشده اللي انتوا اعملوا يعني تدخلوا على الجروب ده وتعملوا جوين يعني وتتفرجوا عليه، زي مثلا بي ام بي ستادي بلان، زي مثلا بي ام بي ستادي جروب، زي بي ام بي ستادي واي او ستادي باث. ففي اكتر من جروب، حتى ابعت لكم اسمائهم على الواتساب. الجروب دي فيه دكاتره افاضل وفيه محاضرين على اعلى درجه من الاحترافيه وفيهم ناس غايه في الجمال والروعه، بيعملوا شيرنج للليسونز ليرند، الليسونز ليرند او الدروس المستفاده. فممكن مثلا اكون انا طالب، الطالب انا دخلت امتحنت النهارده البي ام بي، فجات لي فكره معينه، فاقول لهم يا جماعه خلي بالكم الفكره دي جات لي في الامتحان. او مثلا انا محاضر ومحاضر متمكن من الماده العلميه وشاطر في مادتي، فانا ممكن ادخل اشير بعض الاسئله او بعض الاكسبيرينس مع الزملاء. فكل الكلام ده مفيد جدا. فيبقى انا مش بعتمد بس على الكتاب اللي انا مديهولكم ده عينه او سامبل. انا عايز اقول لك انا عندي فولدر، الفولدر ده فوق ال 10 جيجا ريسورسز بي ام بي، بس انا مش عايز ابعتها لكم كلها مره واحده عشان الناس ما تتلخبطش. فانا واخدها ستيب باي ستيب، في الاول بعت لكم الكتاب الاصلي، بعد كده ببعت لكم الباوربوينت بتاع المحاضرات اللي انا بشرحها، بعد كده ببعت لكم كويستشن بارك، يعني ستيب باي ستيب. في عندي حاجات كتيره لسه هبعتها، بس انا مش عايز ابعتها لكم كلها مره واحده عشان الناس ما تتوهش في وسط الريسورسز وفي الاخر ما تعرفش مين قبل مين وتحل ايه وتنسى ايه. فدي امثله مش اكتر. انا اديتكم اربع كتب، كل كتاب لكاتب معين لدماغ معينه في الاسئله. في بعض الاسئله مباشره وبسيطه وسهله بمجرد النظر بتعرف الاجابه، وفي بعض الاسئله زي ما احنا شفنا سيناريوهات محتاجه تركز شويه او محتاجه يعني تفكر شويه فيها. بس فانا مش بقول لك اللي انت هتذاكر من ده بس، ده احد المراجع اللي احنا هنستفيد منها في الاعداد لدخول امتحان البي ام بي. واضح يا احمد؟ نعم واضح. وهو ده كان توقعي، لان انا مريت بحاجه شبيهه وايرلس سيرتيفيكيشن بروجرام كده، وكان فعلا الاورجنايزيشن اللي بتدي سيرتيفيكيشن دي كانت حاطه جايد وحاطه اكزام سامبل، وكانوا الاثنين فعلا مش كفايه خالص للاكزام. حلو، يبقى احنا اتوقع ان هو نفس الموقف. ممتاز، تعدد المصادر مفيد جدا، يعني انا دايما بقول للناس تعدد المصادر مفيد جدا، بس احنا عندنا في مصادر اساسيه زي برايمري كده ومصادر سكندري او ثانويه. فاحنا هنخلص الاول مصادر برايمري، نتمكن منها، يبقى عندنا التولز والتكنيكس، يبقى عندنا الـ يعني النولج والاكسبيرينس الخاصه بيه يعني دخول الامتحان، وبعد كده ما عنديش مشكله ان نطلع على حاجات ثانويه. يعني زي ما قلت لكم هنيجي مثلا على منتصف الكورس او اخر الكورس هرشح لكم حتى دكاتره ومعيدين ومحاضرين وناس متميزه جدا، ان كيس لو حد عايز يستزيد. يعني في طبعا ناس عندها شانلز خاصه على اليوتيوب كلهم اخواتي وزمايلي وحبايبي، وفي ناس عندها يوديمي على يعني عندها حاجات اونلاين متسجله اسئله وبس، يعني وبرده كلهم حبايبنا واخواتنا. فيعني دي هديها لكم اوبشنال في نهايه بس الكورس، بحيث لو انت عايز تستزيد، لو عايز مثلا كورس اسئله بس، لو عايز مثلا تتابع حد من الناس المتميزه، هقول لك انا برشح لك سين وصاد وعين من المحاضرين دول، كويسين جدا، كمل معاهم وان شاء الله طبعا هتلاقيهم متميزين وهيكمل لك المعلومه. وعلى فكره كويس برضو اللي انت تسمع من اكتر من محاضر، ده على فكره كل الكلام ده بيثري الناحيه التعليميه.
خلي بالك احنا كلنا بنشرح نفس الكلام اللي هو البي ام بي، نفس الكتاب البين بوك، ولكن كل واحد عنده اكسبيرينس مختلفه. يعني انا خريج هندسه قسم اتصالات، معظم الخبره بتاعتي كلها في مشاريع الاي تي ومشاريع التيلي كوميونيكيشنز عشان هو ده تخصصي. فانا دايما هتلاقي الامثله اللي انا بديها لكم ريليفنت ليه الحاجات اللي انا متميز فيها وشاطر فيها. طب نتخيل مثلا اللي انت درست على ايد حد مثلا مهندس معماري او مهندس مدني على سبيل المثال، مثلا اخونا مثلا محمد السعداني او اخونا وليد البسيوني مثلا، ده مهندس معماري وده مهندس مدني، فطبيعي هتلاقي الاكسبيرينس بتاعتهم في فيلدز ثانيه غير اللي انا شاطر فيها. فممكن يديك اكسبيرينس من المجال بتاعه يقول لك مثلا انا اتحطيت في مشروع كذا وكان عندي مشكله كذا وحليتها بالطريقه الفلانيه. فالاكسبيرينس العمليه بتختلف من محاضر لمحاضر، ولكن نفس الكلام النظري احنا كلنا نفس الريفرنس، نفس الكتاب اللي هو البين بوك الاصدار السادس، هتلاقينا كلنا بنشرح لك نفس الكتاب، ولكن الخبره العمليه بتختلف من شخص لشخص، عشان طبيعي جدا كل واحد فينا اتحط في مواقف، اتحط في مشاريع، اتحط في برامج غير التاني، فطبيعي كل واحد خبرته العمليه مختلفه على التاني. واضحه يا شباب؟ فنخلص الاجزاء الاساسيه وبعد كده نشوف الاجزاء الفرعيه الثانيه هقولها لكم على نهايه الكورس ان شاء الله تعالى. طيب دي اول حاجه بس حبيت اعملها شيرنج معاكم، وطبعا بالمثيل الثلاث كتب التانيين اللي انا بعته لكم برده بنفس الطريقه، هتلاقيهم متقسمين بالنوليدج ارياز وباللي هي الفصول بتاعه الكتاب وبال البروسيس جروبس في الاخر. طيب نبص بعد كده على الفايل الثاني اللي انا بعته لكم اللي هو خاص بايه، خاص بالاي سي او. ركزوا معايا، وده برضو ردا على المهندسة أماني. فبصوا معايا، ده الاي سي او بتاع 2000 او الاصدار السادس. هعمل لكم شيرنج السكرين. الفايل ده موجود على البورتال بتاع البي ام اي، وفايل مهم جدا هوريه لكم. الفايل ده اسمه ايه؟ اسمه بي ام بي اي سي او. اي سي او اختصار لكلمه examination content outline، examination content outline، او الاختصار بتاعه اي سي او. اي سي او بتاع شهاده البي ام بي، هم البي ام اي بتعمل اي سي او لكل شهاده. فلو انت مثلا هتعمل شهاده البروجرام مانجمنت بروفيشنال يبقى ليها اي سي او، لو هتعمل مثلا شهاده البورتفوليو مانجمنت بروفيشنال اللي هي اي سي او، وهكذا. فده الاي سي او بتاع البي ام بي، عشان كده في الاول كتب لك بي ام بي وبعد كده اي سي او. يعني ايه اي سي او بمنتهى البساطه؟ بيقول لك شكل الامتحان بيبقى عامل ازاي من الاخر، يعني شكل الامتحان بيبقى عامل ازاي، بجانب بيقول لك ايه المهام بتاعت مدير المشروع. دي النقطه بقى اللي حضرتك سالت عليها يا باشمهندس اماني، بيقول لك ايه المهام بتاعت مدير المشروع وبيقسمها بالدومينز بتاعت الكورس. فلو احنا كلمه دومين اللي هي البروسيس جروبس، فاحنا قلنا مع بعض انا عندي في 5 بروسيس جروبس: انيشيشن، بلاننج، اكسكيوشن، مونيتور اند كنترول، وكلوزنج. فايه مهام مدير المشروع في الخمس مراحل دول او الخمسه دومينز دول؟ فاحيانا الكتاب يقول لك دومين واحيانا بيقول لك بروسيس جروب، نفس المعنى. فنبص مع بعض على الملف ده، انا بعته لكم يعني على الواتساب، ومهم جدا لازم تبقى مذاكره وفاهمه كويس قوي عشان الامتحان. ففي الاول خالص بيدي نبذه عن شهاده البي ام بي. طبعا ده في جون 2015، بس ده مكمل معانا لغايه الاصدار السادس. هوريكم بعد كده الاصدار السابع فين الاي سي او بتاعه، واوريكم الفروقات ما بين الاصدار السادس والاصدار السابع. يبقى ده بتاع الاصدار السادس، تم اصداره في يونيو 2015، من حوالي 5 سنوات تقريبا، ولكن ده مكمل معانا لغايه الاصدار السادس. هوريكم بقى الاي سي او بتاع الاصدار السابع، وهفرقكم على الفروقات ما بين السادس والسابع. طب نكمل مع بعض السادس، ده اللي احنا هنمتحن عليه. طيب في الاول خالص يعني بيتكلم سريعا على البي ام اي كبروجكت مانجمنت انستيتيوت، يتكلم كلمتين كده حلوين عن بي ام اي اللي هي معهد اداره المشروعات الامريكي او البي ام اي، وبعد كده بيتكلم على اهميه البي ام بي كشهاده، يعني بيدي برضو ديسكريبشن عن البي ام بي. بعد ما بيخلص الكلام ده يبتدي بقى يتكلم على شكل الامتحان، الاكزام كونتنت اوت لاين. زي ما قلنا مع بعض الامتحان بيسالك في 5 اجزاء، وانا حتى وريت لكم الكلام ده. كل واحده من دول بيسميها دومين اللي هي البروسيس جروب. فانا عنده دومين اسمه انيشيشن، دومين اسمه بلاننج، دومين اسمه اكسكيوشن، دومين اسمه مونيتور اند كنترول، دومين اسمه كلوزنج. وادي البرسنت بتاع كل دومين. فالانيشيشن هتجي لك اسئله الويت بتاعها 13% من الامتحان، البلاننج هتجي لك اسئله الويت بتاعها 24% من الامتحان، الاكسكيوتنج 31%، المونيتور اند كنترول 25%،
والكلوزنج 7%، التوتال 100%. فانت لو جيت حسبت كده بمنتهى البساطه، هتفتح الكالكوليتور عشان بس تتخيل يعني، هتفتح الكالكوليتور هتكتب 13% في 200 سؤال، يبقى هيجي لك 26 سؤال على الانيشيشن، فده في 26 سؤال. 24% في 200 سؤال يبقى ده هيجي لك 48 سؤال في البلانك، وهكذا. فالامتحان بيجي بالنوليدج بالبروسيس جروبس، ما بيجيش بالنوليدج اريا. الامتحان بيجي بالبروسيس جروبس، ما بيجيش بالنوليدج اريا. فالسؤال ممكن يكون ماسك لك 3 4 نوليدج اريا في سؤال واحد، فلازم تتعود على كده. واضحه؟ ودي البرسنت بتاعت الاسئله في الامتحان طبقا لتعليمات البي ام اي. طيب طيب هيكلم هنا بقى. طب بالنسبه لمدير المشروع، المفروض بقى ايه التاسكس والنوليدج والسكيل اللي لازم تتوافر في كل واحده من الخمسه دول؟ وركزوا معايا. فعلى سبيل المثال الانيشيشن نسبتها في الامتحان 13%. المفروض بقى ايه مهام مدير المشروع؟ السؤال اللي سالته زميلتنا، هم بالظبط 8 مهام، هم 8 تاسكس زي ما انتم شايفين. بيقول لك المفروض مدير المشروع في مرحله الانيشيشن يعمل ايه؟ التاسك رقم 1 يعمل كذا، التاسك رقم 2 يعمل كذا، التاسك رقم 3 يعمل كذا، التاسك رقم 4 يعمل كذا. فاهمينها؟ فاللي انا طالبه منكم ايه؟ وبعد كده بيقول لك النوليدج والسكيل اللي لازم تتوافر في مدير المشروع في مرحله الانيشيشن. لازم مدير المشروع يبقى عارف يعمل اناليتيكال سكيلنج، لازم يعرف بنفيتس اناليسيس تكنيكس، لازم يعمل الحاجات الثانيه دي. طب الكلام ده هعرفه ازاي؟ لو انتوا فاكرين كنا احنا في اخر المحاضره اللي فاتت لما كنا بنتكلم على النوليدج اريا وكنا بنتكلم على البروسيس جروبس، فرسمنا جدول كده ظريف هشغله لكم بس عشان نرجع تاني نفتكر. افرجكم بس على الجدول اللي احنا شرحناه لاخر المحاضره اللي فاتت. طيب نبص مع بعض على الجدول ده. نعمل شيرينج للجدول ده. حلو قوي. شايفين الجدول ده يا شباب؟ ده اللي احنا شرحناه المره اللي فاتت. فاكرينه؟ ده شرحناه المره اللي فاتت. فنفس البرسنت دي اللي احنا شفناها في البي دي اف، نفس البرسنت دي بالظبط. فانا عندي الانيشيشن 13%، البلاننج 24%، الاكسكيوتنج 31%، المونيتور اند كنترول 25%، الكلوزنج 7%. فدي البرسنت اللي عندي. طيب الانيشيشن عباره عن ايه؟ ديفلوب بروجكت تشارتر و ايدنتيفاي ستيك هولدرز. يبقى تعمل حسابك بعد ما نذاكر الديفلوب بروجكت تشارتر بروسس وبعد ما نذاكر الايدنتيفاي ستيك هولدرز، نحل اسئله بقى على الانيشيشن مره واحده. الانيشيشن كمان بيدخل فيه الاسئله بتاعت الفريم ورك. طيب بعد ما نذاكر ال 24 عمليه دول هنحل البلاننج كله مره واحده. بعد ما نذاكر ال 10 عمليات دول هنحل على الاكسكيوشن مره واحده. بعد ما نذاكر ال 12 عمليه دول هنحل على المونيتور اند كنترول. بعد ما نذاكر اخر واحده الكلوزنج هنحل على الكلوزنج. يبقى انا قدامي طريقتين للحل والاثنين صح. اللي انت تشتغل بالنوليدج اريا وتقعد تحل على النوليدج اريا لوحديها. طب بعد ما تخلص النوليدج اريا انت كده خلصت الكتاب اللي هم ال 13 فصل. نبتدي بقى ناخدهم لفه ثانيه ولكن بالبروسيس جروب. فده اللي احنا بنعمله مع بعض في الكورس بتاعنا. اللي احنا شغالين نوليدج اريا وبعد ما نخلص هناخد بروسيس جروب. واضحه يا شباب؟ طيب او في بعض الكتب زي مثلا كتاب ريتا. ريتا اصلا لما بيجي يشرح المنهج بيشرح المنهج بالبروسيس جروب طبقا لشكل الامتحان. فبصراحه في ناس بتحب تفضل تذاكر من ريتا ما تذاكرش من البين بوك، بس انا شخصيا بقول للناس لا، ذاكر من البين بوك ما تذاكرش من ريتا، عشان في الاخر انت هتمتحن في البين بوك مش هتمتحن في ريتا. فده وجهه نظري الشخصيه. فدايما بقول للناس لما تيجي تذاكر خليك انت في البين بوك ما تذاكرش من ريتا، عشان هو ده الكتاب اللي هنمتحن فيه يعني. ريتا دي اسم مؤلفه كانت بتكتب كتب يعني في البروجكت مانجمنت، والست دي ماتت يعني، والناس اللي معاها ابتدوا يكملوا على نفس يعني المشوار وابتدوا يكملوا برضو في كتب في البي ام اي. واضح يا شباب؟ فنرجع مره ثانيه للكتاب بتاعنا.
اللي احنا لسه كنا بنتكلم عنه. فده هيمسك بقى كل بروسيس جروب يبتدي يشرح التاسكس او مهام مدير المشروع في الانيشيشن، النوليدج والسكيلز اللي المفروض مدير المشروع تكون عنده في مرحله الانيشيشن، نفس الكلام في البلاننج، نفس الكلام في المونيتور اند كنترول، في الاكسكيوشن، في الكلوزنج. مهم جدا 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 الملف ده، الملف ده لازم كلنا نذاكره، بس هنذاكره في الاخر بعد ما اخلص التين نوليدج ارياز، هنيجي لك الملف ده ونذاكره عشان بيجي عليه اسئله في الامتحان. مهم جدا، بيجي عليه اسئله كتيره كمان في الامتحان. طيب بعد ما خلصت خالص الفايف دومينز، هيبتدي بقى يقول لك الرولز والريسبونسبيلتيز للبي ام اي، ودي بتتكلم بقى على شكل الامتحان بيبقى عامل ازاي، وبيفكرك بالبرسنتج. ودي الحته اللي احنا قلناها امبارح المره اللي فاتت معذره، قلنا ان في 175 سؤال بيبقوا داخلين في الامتحان، وفي 25 سؤال بيبقوا بره الامتحان بس انت ما بتبقاش عارفهم، فدول ungraded او unscored مش داخلين في الامتحان بس انت ما بتبقاش عارفهم. فعشان كده قلت لك انسى ال 25 وحل ال 200 سؤال كلهم مره واحده وما تلخبطش نفسك يعني. بس البي ام اي قال الكلام ده. طيب ده الاي سي او بتاع ايه؟ بتاع الاصدار السادس. طب ما نبص بصه كده على الاصدار السابع، هنبص على الاي سي او بتاع الاصدار السابع بحيث نبقى احنا متخيلين الدنيا رايحه فين في الاصدار السابع، بحيث لو حد ما توفقش في الاصدار السادس يبقى عارف الفروقات عامله ازاي في الاصدار السابع. طيب في الاصدار السابع طبقا برضو للبي ام اي عملت اي سي او، بعت لكم برضو على الواتساب، ده الاي سي او بتاع الاصدار السابع. بصوا معايا يا شباب، الاي سي او بتاع الاصدار السابع، بص بقول لك ايه بقى، ان ده هيتطبق بعد جولاي 2020، وفعلا كان هو ده المخطط، كان المخطط 1/7/2020 يطبق الاصدار السابع، ولكن لما حصل كورونا فيروس والدنيا حصل فيها يعني تغيرات على مستوى العالم، جت البي ام اي قالت يعني عشان خاطر الناس ما تزعلش هنخلي تطبيق الاصدار السابع مع 1/1/2021. فكان المفترض ان 1/7/2020 يطبقوا الاصدار السابع، عشان كده كاتب اهو فور جولاي 2020 اكزام ابديت، ولكن لما حصل كورونا فيروس جات البي ام اي قالت لك هنأجل الاصدار السابع لغايه 1 يناير 2021، فبدل كلمه جولاي 2020 خليها جانوري 2021. طب الملف ده ظهر امتى؟ ظهر في يونيو 2019، يعني من حوالي سنه تقريبا. طيب ركزوا معايا، الاختلاف الجذري ما بين الاصدار السادس والاصدار السابع. الاصدار السادس كان بيتكلم على خمسة دومينز: انيشيشن، بلاننج، اكسكيوشن، مونيتور اند كنترول، وكلوزنج. الاصدار السابع بيتكلم على ثلاثة دومينز بس، ثلاثة دومينز بس، دومين سماه بيبل، دومين سماه بروسيس، دومين سماه بزنس انفايرمنت. يبقى شال بقى خالص الفكره بتاعت انيشيشن وبلاننج ومونيتور، شال كل الكلام ده وقال لك هجمع اي حاجه ليها علاقه بالبيبل احطها في دومين اسمه بيبل، هجمع اي حاجه ليها علاقه بالبروسيس احطها في دومين اسمه بروسيس، هجمع اي حاجه ليها علاقه بالبيزنس انفايرمنت احطها في دومين سماه البيزنس انفايرمنت. خلى البيبل 42% عدد الاسئله في الامتحان، نص اسئله الامتحان على البروسيس، 8% من اسئله الامتحان على البيزنس انفايرمنت، ده تبقى لايه؟ للبي ام اي. يبقى اول تغيير جذري ان البرسنت بتاع الانيشيشن والبلاننج والمونت كل ده اتدمر، وبقى البرسنت على ثلاث حاجات: بيبل، بروسيس، بزنس انفايرمنت. طب تاني تغيير البي ام اي قال لك ايه؟ ركزوا بقى معايا، قال لك نص اسئله الامتحان هتبقى على الووتر فول، والنص الثاني هيبقى على الاجايل او الهايبرد. وده كان التغيير التاني الجذري. احنا في الاصدار السادس هنشرح الاجايل كده مرور الكرام عشان ما بيجيش عليه اسئله كتيره في الامتحان في الاصدار السادس، ولكن في الاصدار السابع قال لك نص الاسئله هتيجي اجايل. تخيل نص الاسئله هتيجي اجايل، يبقى احنا محتاجين نشرح الاجايل بالتفصيل. خلي بالك في الاصدار السادس في شهاده كامله اسمها الاي سي بي اللي هي ليها علاقه بالاجايل، فعشان كده البي ام اي كان عنده منهجيه ان اللي عايز يمتحن اجايل في شهاده في الاجايل، واللي عايز يمتحن
بي ام بي، في شهاده في البي ام بي، فما كانش بيجيب اسئله كتير على الاجايل عشان في امتحان كامل للاجايل بيمتحنوه الناس. واضحه يا شباب؟ فعشان كده ما كانش بيركز قوي على الاجايل في البي ام بي. بس جه في الاصدار السابع، يعني برضه هفكركم دي الرسمه دي اللي انا قلتها لكم في لما كنا بنشرح مع بعض، قلت لك ان البي ام اي عندها 8 شهادات، في شهاده كامله اسمها اجايل سيرتيفايد براكتيشنر اسمها الاي سي بي اللي هي الرقم 7 دي، فدي شهاده كامله البي ام اي بيقدمها. فعشان كده البي ام اي حاطط الملحق بتاع الاجايل، هو حاطه فعلا في الكتاب بتاع الاصدار السادس، حاطه كملحق ابندكس بحيث لو في يعني كلمه مش واضحه قوي، في معلومه مش واضحه قوي، ترجع للملحق تقراها. ولكن كنا احنا بنشرح الملحق ده بالتفصيل للناس اللي داخله امتحان الاي سي بي او الاجايل سيرتيفايد براكتيشنر. طب لو واحد داخل بي ام بي ما كانش بيجي عليه اسئله كتيره. على عكس بقى في الاصدار السابع جت البي ام اي فاجئتنا في الاي سي او بتاعها، زي ما انتم شايفين بيقول لك ان نص الامتحان هيجي على البريدكتيف اللي هو الووتر فول، والنص الثاني هيجي على الاجايل او الادابتيف. يبقى احنا من الاصدار السابع بالظبط، يا حقيقه فعلا يا اسلام المنهجيه كلها اتغيرت يا حقيقه، فالاصدار السابع هيبقى توتالي ديفرنت عن الاصدار السادس. الاصدار السابع هيبقى توتالي ديفرنت عن الاصدار السادس. طيب الحل ايه؟ قدامنا حلين لا ثالث لهم، يا اما تكبر دماغك من الاصدار السادس وتركز على السابع، يا اما تكمل المشوار في الاصدار السادس وتنسى خالص السابع دلوقتي. طيب كل واحده من دول ليها ميزه وليها عيب، للامانه هقول لك كل اختيار من دول المميزات بتاعته ايه العيوب بتاعته. لو انا كبرت دماغي خالص من الاصدار السادس، انا كده ولا كده الشهاده هتبقى اكسبايرد في شهر 6 في شهر 12 طبقا الامتحان، اسف هيبقى اكسبايرد في شهر 12. الشهاده ما بيحصلهاش اكسبايريشن زي ما اتفقنا عشان بجدد بي دي يوز، بس الامتحان بيبقى اكسبايرد، فكده ولا كده الامتحان هيبقى اكسبايرد في شهر 12، والامتحان الجديد هينزل من شهر يناير 2021 طبقا لتعليمات البي ام اي. طيب يبقى انا قدامي السيناريو الاولاني، انسى بقى خالص الاصدار السادس وابتدي احضر نفسي وادخل على الاصدار السابع. طب ايه المشكله؟ المشكله ان الاصدار السابع بالنسبه لنا كلنا انون، سواء للطالب او للدكتور، فاحنا مش عارفين شكل الاسئله هتبقى عامله ازاي، على عكس الاصدار السادس بالنسبه لنا كتاب مفتوح، فاحنا حافظين الاصدار السادس كدكاتره بتشرح الاصدار السادس، او حتى الطلبه لو اتدربت عليه في عندك مراجع كتيره وفي عندك ريسورسز وعندك كتب وعندك يعني تيست بانكس، عندك حاجات كتيره قوي تعرف تذاكر منها على الاصدار السادس. الاصدار السابع لغايه دلوقتي لسه بالنسبه لنا بلاك بوكس، مش عارفين ايه تفاصيله، فدي رقم واحد. طيب طب ايه المشكله؟ المشكله انت عندك هيكون عندك ريسك فاكتور رهيب لو انت دخلت على الاصدار السابع، على عكس الاصدار السادس الدنيا نوعا ما اسهل بكتير من الاصدار السابع، عشان الناس فاميليار مع الاصدار السادس، الدكاتره فاميليار مع الاصدار السادس، الطلبه حتى هتلاقي ناس كتير متخرجين على الاصدار السادس، فممكن تسال اي حد، هتدخل على جروبس كتير لسه كنت بقول لكم على بي ام بي ستادي بلان وغيره، هتلاقي عليه ماتيريالز، هتلاقي عليه تيست بانكس، هتلاقي عليه ناس متخرجه، ناس ممكن تديك الليسونز ليرند او الدروس المستفاده، فالدنيا هتبقى اسهل اللي انت تجهز بلان للاصدار السادس وتدخل وتمتحن وتخلص. طب لو انا امتحنت على الاصدار السادس هتجمع فيديوز وتابديت، زي ما قلت لكم انا اصلا سيرتيفايد على الاصدار الثالث وبدرس دلوقتي الاصدار السادس، تخيل، بس انا سيرتيفايد على الاصدار الثالث، الثالث ده كان من حوالي 10 12 سنه او 13 سنه، فانا سيرتيفايد من 13 سنه وبدرس. ليه؟ عشان احنا نفسينا كمحاضرين بنعمل لنفسنا ابديت، فانت نفسك اول ما هينزل الاصدار السابع، نتخيل انت الاصدار السادس، انت لوحدك هتقراه وهتعرف الفروقات وهتذاكره وهتذاكره كويس جدا لو انت هتكمل في مجال التدريب، او لو انت هتشتغل في شغلك هتبقى انت عارف الفروقات عشان هتطبقها في شغلك عملي. واضحه يا شباب؟ ما احنا هنرجع مره تانية في النقطه دي الباشمهندس عبد المحسن، يعني لو انا بتكلم انا ممكن ابقى سيرتيفايد في الاصدار السادس وانا نفسي اقرا التعديلات في الاصدار السابع واكمل عليها فور يور انفو، ما حدش هيقول لك لا. يعني زي ما انا بقول لكم انا بالنسبه لي انا سيرتيفايد الاصدار الثالث، ولكن انا ما وقفتش، انا خلصت الاصدار الثالث، اول ما نزل الرابع انا ذاكرته وفهمته وبقيت ادي كورسات في الاصدار الرابع، اول ما نزل الاصدار الخامس بقيت اذاكره واتعلمته واستوعبته وعرفت الفروقات ما بينه وما بين الرابع. سهل قوي ان انت تعمل بريدج من اصدار للاصدار الاعلى، سهله، ولكن الصعب ان انت تدخل الامتحان وانت ما عندكش ماتيريالز وما عندكش ريسورسز وما عندكش حاجه تذاكر منها عشان تدخل الامتحان. فدي وجهه نظري، طبعا انتوا ليكم مطلق الحريه بس انا بقول لكم وجهه نظري. فنسبه النجاح في الاصدار السادس النهارده
اعلى من نسبه النجاح في الاصدار السابع. الاصدار السابع بالنسبه لنا بلاك بوكس. لو انت قررت تدخل الاصدار السابع بلاش تبقى انت اول اطفى. يعني ايه؟ يعني بلاش تحجز الامتحان في شهر يناير ولا فبراير ولا مارس ولا الكلام ده. احجز الامتحان مثلا في شهر 7/2021 بحيث يكون فات 6 شهور على الاصدار السابع. ابتدينا نجيب ريسورسز، ابتدينا نعرف ليسنز ليرن، ابتدينا نعرف مين اللي دخل، نساله الامتحان بيبقى شكله عامل ازاي، نكون فكره عن شكل الامتحان وشكل الاسئله، وساعتها على بركه الله حدد امتحان واحجز وادخل امتحن وان شاء الله تنجح. بس بلاش تبقى انت اول اطفى يعني، يعني بلاش تدخل مثلا في شهر يناير ولا فبراير ولا حتى مارس 2021. ده وجهه نظر الشخصيه. واضحه يا شباب؟ فده سريعا الاي سي او اللي خاص بالاصدار السادس والاي سي او اللي خاص بالاصدار السابع. طبعا نفس القصه بقى هيجي على كل دومين من الثلاثه دومينز، يبتدي يتكلم على التاسكس بتاع البروجكت مانجر مع البيبول بيعمل ايه، التاسكس بروجكت مانجر مع البروسيس بيعمل ايه، التاسكس البروجكت مانجر مع البيزنس انفايرمنت بيعمل ايه. شارح لك الكلام ده بالتفصيل زي ما احنا شفنا مع بعض. فدول الملفين اللي انا بعته لكم اوريدي على ال الواتساب. طب الملف الثالث هبعته لكم دلوقتي، بصوا معايا عليه، وده اللي انا هقفل بيه السيشن دلوقتي. الملف ده انا هبعته لكم على الواتساب. طيب بصوا معايا وما تتخضوش، ده اللي احنا هنبتدي نشرحه من الاسبوع اللي جاي ان شاء الله. ايه اللي انت بتقوله ده؟ من الاسبوع اللي جاي باذن الله، من يوم الاحد القادم ان شاء الله تعالى، هنبتدي نتكلم على النوليدج ارياز. احنا زي ما قلت لكم احنا عندنا 10 نوليدج ارياز، 10 نوليدج ارياز. الرسمه اللي قصادنا دي هي بتطبع على A0، يعني انت مش عارف تقراها كده عشان هتلاقيها صغيره فمش عارف تقراها. فانت نفس الملف اللي انا هبعته لكم دلوقتي على الواتساب هتطبعه على A0 وتعلقه عندك في الاوضه او في المكتب بحيث يبقى دايما قصاد عينك. طيب ايه هو الملف ده؟ الملف ده بمنتهى البساطه هعمل زوم بس عشان يبان. الملف ده بيجيب لك ال 49 عمليه بتاعه البين بوك الاصدار السادس، ال 49. احنا قلنا عندنا عمليتين في الانيشيشن، اهم العمليتين اهو، ادي كلمه انيشيشن وادي العمليتين اهم. ادي العمليه الاولى، هزوم اكتر عشان تبان، اسمها ديفلوب بروجكت تشارتر، وادي العمليه الثانيه اللي اسمها ايدنتيفاي ستيك هولدرز. طيب كل عمليه من دول ليها مدخلات انبوتس، ليها تولز وتكنيكس ادوات وتقنيات، ليها اوتبوتس مخرجات. برضو نفس القصه، ادي العمليه الثانيه الايدنتيفاي ستيك هولدرز، ليها انبوتس، ليها تولز وتكنيكس، ليها اوتبوتس. طيب خلصنا الانيشيشن، ندخل على البلاننج. البلاننج فيه كام؟ 24 عمليه، مش هنحفظ بس هنعرفها بالممارسه. فتلاقي ادي ال 24 عمليه مش ظاهره قوي عشان الشاشه صغيره، بس انت لو طبعتها على A0 هتلاقي اللوحه كبيره، هتعلقها عندك في المكتب او تعلقها عندك في البيت، عينك عليها باستمرار، هتلاقي نفسك المعلومه بتثبت اكتر لما تبص لها. فادي ال 24 عمليه بتوع البلاننج بالتفصيل. برضو في حاجه ظريفه، ان الرود ماب اللي انا هبعته لكم او الدياجرام ده او الفلو شارت كلر كودد، يعني مدي لون لكل نوليدج اريا. يعني مثلا الانتجريشن مديها الكود الاسود، اللون الاسود. فتلاقي بص البروس بتاعت الانتجريشن ادي لونها اسود اهي البلوك، والكود بتاعها كام؟ 4، عشان 4 ده الفصل الرابع بتاع الانتجريشن. ف 4.1 ده الانتجريشن اهو. طيب لو جينا مثلا على البلاننج، هعمل زوم بس اوت، بصوا على الحاجات اللي باللون الاسود، بصوا معايا على البلاننج اهي اهي. ديفلوب بروجكت مانجمنت بلان، بص لونها اسود برضه عشان الراجل مدي الكود الاسود او اللون الاسود، مديه الايه؟ مديه الانتجريشن. و 4.2 عشان دي تاني عمليه في الانتجريشن. اول عمليه 4.1 ديفلوب بروجكت تشارتر، تاني عمليه 4.2 ديفلوب بروجكت مانجمنت بلان، برضه عامل لها بلوك المدخلات التولز والتكنيكس المخرجات وهكذا. فانت الرسمه دي للاول كانت باين ان هي حاجه صعبه قوي عشان فيها 49 عمليه وزي ما انتم شايفين، بس انت لو طبعتها على A0 وطبعتها كالرد هتلاقي الدنيا افضل شويه للرؤيه وتعرف تشوفها.
مقسم لك البروسس طبقا لتقسيمات الدومينز او البروسس جروبس: انيشيشن، بلاننج، اكسكيوشن، مونيتور اند كنترول، وكلوزنج. طبعا كلوزنج عمليه واحده، والمونيتور اند كنترول زي ما اتفقنا لو انت عديتهم هتلاقيهم ال 12 اللي احنا قلنا عليهم: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. واضحه؟ والاكسكيوتنج زي ما احنا قلنا ال 10: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. والبلاننج ال 24، والاثنين الانيشيشن، والواحده الكلوزنج. انت بعد كده الواحده هتلاقي نفسك حفظتهم يعني من كتر ما انت بتبص على الرسمه دي باستمرار. الرسمه دي مش هتحفظها، الرسمه دي بس للتذكره. احنا كل بلوك من ال 49 بلوك هنشرحه بالتفصيل ان شاء الله تعالى في وقته، بس انا هنشتغل زي ما اتفقنا نولج اريا مش بروسس جروب. مين عنده سؤال يا شباب؟ هنفتح باب الاسئله. باشمهندس اماني متابع معانا؟ ايوه طبعا. طيب ممتاز، عند حضرتك اي اسئله؟ لا الحمد لله. باشمهندس عمرو موصيني على حضرتك، قال لي اسالها. عندك اي اسئله يا باشمهندس اماني؟ لا تمام الحمد لله. طيب ممتاز. باشمهندس عبد السلام الدنيا واضحه؟ كله تمام يا دكتور. الحمد لله تمام، الحمد لله ممتاز. باشمهندس اسلام تمام يا دكتور. عند حضرتك اي اسئله؟ ربنا يعزك يا رب، شكرا. طيب ممتاز، اتفضل يا ماجد. طيب والله انا عندي سؤال بخصوص الاجايل وبخصوص ال 7th اديشن. اعتقد ان لو جينا في 2021 2022 العالم كله بيتجه طبعا نحو الاجايل. ممتاز. ممكن يبقى في متطلبات خاصه لشهاده الاجايل نفسها، يعني ال 7th اديشن. ده النص الاولاني من السؤال. النص الثاني من السؤال ان دلوقتي في شهاده الاي سي بي او الاجايل سيرتيفايد بروفيشنال بجانب البي ام بي دي بتكمل دي لو في فوكس او متطلبات اجايل الناس بتعمل شهاده الاجايل. كويس. لما يبقى الفوكس في 2021 على الاجايل او اللي هو الاي سي بي او البي ام بي 7th اديشن، هل هيبقى في وجود لشهاده الاجايل بما ان البي ام بي اوريدي؟ بص انا هكلمك برضو بصراحه. كويس كويس، كلامك برضو منطقي، بس انا برضو هكلمك بصراحه. البي ام اي مش هي الليدر في الاجايل. يعني لو انا بتكلم ان اشهر شهاده في الاجايل، لو انت بتتكلم مثلا على السكرام ماستر على سبيل المثال، السكرام افضل من الاي سي بي بتاعت البي ام اي. فالليد مش مع الـ اصلا الليد مش مع اصلا البي ام اي في الاجايل. يعني لو انا بنتكلم على الاجايل مانيفيستو اللي تم، بنتكلم على الناس الليدرز في الاجايل، بنتكلم مثلا على السكرام، بنتكلم على الكامبان، بنتكلم على الاكس بي، هم دول الليدر في مجال الاجايل. فانا شخصيا بكلمك بامانه، انا شخصيا لما جيت ادرس الاجايل ما درستش الاي سي بي، درست ايه؟ درست سكرام ماستر، عشان هي دي اقوى في الاجايل. واضح؟ تمام. فلو حد ناوي يكمل اجايل، لو حد فيكم ناوي يكمل اجايل، ما يبصش على الاي سي بي، يدخل على سكرام ماستر، يقرا المانيفيستو بتاع الاجايل، يذاكر البرنسبلز بتاعت الاجايل، يذاكر الحاجه. فانت عندك السكرام دي اشهر يعني اكريديت بادي بتدي سيرتيفيكتس، او كانبان اللي هي اليابانيه. فدي الاثنين دول اشهر اثنين بيدوا في الكلام ده. فطبعا انتوا ليكم مطلق الحريه، بس انا بقول لكم يعني وجهه نظري الشخصيه. البي ام اي ريسنتلي ابتدت تدخل في مجال الاجايل، بس مش اقوى يعني بادي بيدي سيرتيفيكت في الاجايل. واضحه؟ طيب تمام. ممتاز، اتفضل يا احمد. سؤال سريع قبل ما السيشن تخلص. هو دلوقتي لو حصل لا قدر الله حد ما عداش ال 6th اديشن هيضطر يخش في ال 7th اديشن، وايه الكوست اللي بيبقى انكيورد مع القصه دي؟ كويس. انت اول ما بتعمل اليجابيلتي وتعدي بيبقى ليك سنه تدخل ثلاث مرات في السنه. فانت مثلا يعني عملت اليجابيلتي في شهر 10، فانت من حقك لغايه 10 21 تدخل ثلاث مرات. طيب اول مره بتدفع الفول فيز ال 555 دولار احنا قلنا عليهم، ثاني مره بتدفع 50% ديسكاونت، ثالث مره بتدفع 50% ديسكاونت. معايا؟ ده لا قدر الله انت خدتها على ثلاث مرات، بس ان شاء الله كلكم تاخدوها من اول مره يعني. طيب وهو خلاص ما دام عملت اليجيبيليتي انا كده بثبت الفيرجن اللي هخش عليه. لا لا لا، مالهاش علاقه بالفيرجن. اوبا. انت ليك سنه يعني تستغل الممبر شيب بتاعتك. اوكي. هنطلع ونرجع بعد البريك نكمل يا شباب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
الله.